أهلا بكم من جديد. نظم تحالف شباب الأحزاب السياسية في محافظة تعز ندوة فكرية بعنوان سبتمبر والديمقراطية، الواقع والطموح. تألفت الندوة من ثلاثة محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول ثورة 26 من سبتمبر وطموح الديمقراطية بعد الثورة، فيما تناول المحور الثاني دور الشباب في قيم الديمقراطية والسلام، واختتمت الندوة بالمحور الثالث الذي تطرق إلى مدى تأثير الحرب على الديمقراطية في اليمن. هذا وتخللت الندوة العديد من النقاشات التعقيبية من قبل الحاضرين. الندوة تتحدث حول موضوع الديمقراطية، الديمقراطية والشباب، الديمقراطية في خلال فترة الحرب، وأيضا الورقة التي تقدمت بها بخصوص الديمقراطية، ثورة سبتمبر هل كان لديها ولها طموح ديمقراطي؟ بطبيعة الحال ثورة سبتمبر كانت لها طموح ديمقراطي من الناحية النظرية، وكان هناك يعني رغبة في التحول الديمقراطي، ولعل ما يدل على أن ثورة سبتمبر كانت تهيئ نفسها للتحول الديمقراطي هو إعلان النظام الجمهوري، والذي أيضا يقتضي التحول إلى نظام ديمقراطي.